السلام عليكم. بعد أكثر من 5 عقود على احتلالها ومحاولات الصهاينة المستميتة لتهويدها وتغيير معالمها وديمغرافيتها والحرب المعلنة على هويتها العربية والإسلامية، تبدو القدس اليوم ومقدسيوها أكثر قوة وفتوة وشبابا وقدرة على إفشال مآرب الكيان الصهيوني. ليس فقط الصهاينة هم من غزوا فلسطين والقدس، بل قبلهم البريطانيون والصليبيون والروم والفراعنة وأمم كثيرة. القدس مدينة عربية بعبق التاريخ، لمعت لها سيوف الأمم طمعا بمكانتها وحضورها، وتعاقبت عليها الحضارات واهتمت بها الدول الكبرى على مدى التاريخ. فما سر هذا الاهتمام العالمي بها؟ وما الأهمية التاريخية والسياسية التي تحويها هذه المدينة المقدسة؟ بل كيف شكلت هذه المدينة وجدان العرب والمسلمين ووعيهم التاريخي والسياسي؟ بل كيف للعرب والمسلمين اليوم أن ينصروها وأهلها؟ هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. القدس الشريف أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأولى القبلتين، وعاصمة فلسطين المحتلة. حظيت مدينة القدس وما تزال بمكانة عظيمة في التاريخ الإنساني، وتميزت بخصوصية الزمان والمكان ضاربة جذورها في عمق التاريخ، فكانت ملتقى الاتصال والتواصل بين قارات العالم القديم، فتعاقبت عليها الحضارات وأمتها الجماعات البشرية المختلفة، مخلفة وراءها آثارها ومخطوطاتها الأثرية والتي جسدت الملاحم والحضارة والتاريخ، دلالة على عظم وقدسية المكان. تلك الأهمية والمكانة كلفت المدينة الكثير، فشهدت النكبات والحروب وهدمت وأعيد بناؤها 18 مرة عبر التاريخ، وفي كل مرة كانت تخرج أعظم وأصلب وأكثر رسوخاً من سابقتها، فكانت محط أنظار البشرية منذ نشأتها الأولى وحتى يومنا هذا. فتحت القدس في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم احتلها الصليبيون مرة أخرى ليحررها بعد ذلك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهكذا عاشت المدينة بين الاحتلال والتحرير، حتى أحكم الصهاينة قبضتهم عليها، فرزحت تحت توترات وموجات لتهجير أهلها بهدف إحكام السيطرة على المدينة وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين وهدم منازلهم أو الاستيلاء عليها وتسليمها للمستوطنين اليهود. فكانت شرارة جديدة أوقدت التظاهرات والمواجهات، واتسعت دائرة العنف الصهيوني ضد الفلسطينيين المدنيين الذين سالت دماء المئات منهم خلال التظاهرات واقتحام المسجد الأقصى. لطالما ألهمت تلك الحجارة التي يحملها الفلسطينيون في أيديهم ولا يملكون غيرها حماس الشعوب التي تنشد الحرية والخلاص من قيود الاحتلال، لكن يبدو أنها لم تحرك ساكناً لدى الحكام الذين لا يملكون سوى الشجب والاستنكار في أحسن أحوالهم. إذن عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذة أمل خليفة، الباحثة في المتخصصة في الشأن الفلسطيني، وعبر سكايب من إسطنبول الأستاذ موسى بشكي أوغلو، الباحث في التاريخ والحضارة. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأنا بالاستوديو أستاذة أمل، يعني نريد أن نتحدث في البداية عن الأهمية السياسية لمدينة القدس، فلسطين عموما ومدينة القدس في القلب منها اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة فلسطين هي منطقة حيوية منذ قدم التاريخ. العالم القديم كان يتكون من أفريقيا وآسيا وأوروبا، أفريقيا وآسيا وأوروبا نعم، فكانت هذه المنطقة منطقة الشام هي قلب العالم القديم، وخصها الله تبارك وتعالى بأنها
ليست فقط أنها لها أهمية استراتيجية طبعا من حيث التجارة، معروف الفينيقيين منذ القدم سواحل الشام معروفة بأنها كانت مكان لتجمع التجارات، لكن خصها الله تبارك وتعالى بأنها كانت كذلك موطن الأنبياء وموطنهم ومكان معيشتهم ومدفنهم، حتى قيل عن أرض فلسطين أنها مدفن الأنبياء، يعني كل الأنبياء اللي نعرفهم والذين لا نعرفهم مدفونين في فلسطين. يعني سبحان الله، لديهم في نابلس مثلا قرية صغيرة لا يكاد أحد يذكرها، بها مدفن اسمه مدفن الأنبياء، فيه أكثر من 20 قبر، كل درجتين سلم فيه قبر. فهذه الأهميات التي تجمعت في مكان واحد، أهمية التجارة في الساحل الشامي، وحتى أنها عرفت عند الأوروبيين باسم تجارة الليفانت. تجارة الليفانت هذه كانت يعني شيء كبير منذ القدم، يعرفونها منذ القدم، وبمرور الزمن زادت قيمة هذه التجارة. يعني احنا لم نرى حتى الآن في متحف اللوفر هناك لوحة لمارسيليا، وكانت هي مارسيليا المدينة الفرنسية، كانت هي أكثر مدينة تتاجر مع في خلال القرن 19، أكثر مدينة كانت تتاجر، هي كانت تحتكر تجارة الشام. نرى لوحة لا تزال موجودة حتى الآن هناك، بها التجار كلهم بالملابس العربية المعروفة والزي المعروف للعثمانيين وللعرب في ذلك الوقت، ومكتوب عليها أنها تجارة الليفانت، هي تجارة الشام. فهذه هي ناحية تجارية. من ناحية دينية هي الأرض المقدسة بالنسبة للجميع، هي أرض لها قداستها. فهذه الأهميات التي تجمعت جعلتها محط أنظار الجميع بدون استثناء. طيب لو ذهبنا إلى سكايب في إسطنبول، أستاذ موسى، من أين اكتسبت كل هذه الأهمية التاريخية، تاريخيا يعني فلسطين وتحديدا في القلب منها القدس، من أين حظيت بكل هذه الأهمية؟ هل الأمر كان متوقفا على قوافل التجارة؟ يعني كانت الأمم تسعى إلى احتلالها بسبب قوافل التجارة أو مركزية الجغرافيا التي فيها، أم لأسباب أخرى؟ نعم طبعا، هي فيها أسباب متنوعة، واحد منهم هذا اللي هي على الممرات، وهذا نوع استراتيجي بالنسبة للتاريخ القديم. لما ننظر الناس كان في عندهم ممرات اختيارات وهي ثابتة ما بين، يعني لو نتكلم بين بلدين، هذا بلدين هو صغير، بلدين ممكن يرمز شعبين فقط، يعني ممكن هذا احتمال على الكثير، ما كم شعب يعيش في البلدين، لكن هذا ترمز عنا على جغرافيا واسعة كبيرة وتمثل شعوب كثيرا وأديان كثيرة. مثلا هي تربط أفريقيا مع الشمال تماما، مع آسيا كلها، مع أناضول، مع أوروبا، وكمان تربط هذه المناطق مع أفريقيا، وتربط جزيرة العرب يعني جنوب قسم اليمن، لأن في حضارة كمان في اليمن تربطها كمان مع أفريقيا ومع أناضول ومع أوروبا. من هذه الناحية هي مكان استراتيجي. وفي نقطة هي مهمة، في هذا يقال الهلال الخصيب، هذا معروف على مدار التاريخ، والإمبراطوريات العظمى كلهم تولوا على هذا المكان، هي على الممر وكمان على هلال الخصيب، يعني منطقة مهمة. والتاريخ هو الآن واضح يبين لنا مدينة القدس هي عندها عمق تاريخي على 5000 سنين، لكن ما نستطيع أن نحدد على 5000 سنين، لأن في حوالي القدس، قريب عن القدس، في أماكن على 7000 سنين، على 10000 سنين، خصوصا منهم هي منطقة أركولوجية معروفة في العالم كلها، حتى كل الأركولوجيين لما يتكلمون على مثل جنة أركولوجية، وهي المكان في أريحة على شمال بحر الميت، منطقة على بلدة أريحة اللي هي الآن في الضفة الغربية، والمكان هو بالضبط اسمه عين السلطان، لأن هناك في عين في نبع، وهي اسم الثاني تل السلطان، حتى لكي نعمل مقايسة لكي يفهم كيف عمق الحياة كان موجود هنا على نفس الزمن. يعني قبل الميلاد تقريبا 12000 سنة، أكبر مدينة هي تعتبر ما بين 20 إلى 28 دونم، أكبر مدينة أركولوجية في العالم كله. لكن الآن اللي مكشوف، اللي هم حتى يشتغل عليه الآن بأريحة، هي 36 دونم، يعني تعتبر أكبر مدينة في العالم
عين السلطان أما تل السلطان هي مدينة أركولوجية. في أنواع كثيرة مثلا من ناحية جيولوجية، نعم الناس ممكن ما كان تدري من قبل، يعني ما في عندنا إمكانيات نعرف هي أدنى البحر، هي أدنى من 400 متر تحت سطح البحر، ما كنا نعرف، لكن هذا اكتشف. هذا كمان خصوص يعني نوع شيء ثاني من ناحية جيولوجية. مثلا المسجد الأقصى هو خاصة المسجد الأقصى، يعني هو عقيدتنا كمسلمين نحن، لكن خلي نشوف من صورة ثانية، ما في يد عالم الإسلامي مكان أركولوجي أكثر مهم وعميق من مكان مسجد الأقصى. هو طابق فوق طابق، طابق فوق طابق، طابق فوق طابق، زي عظم المجسم، عظم المجسم. حتى هذا يدل على الحديث اللي يقول أول بيت، الآية الكريمة، أول بيت وضع للذي ببكة مباركة. وبعدين سؤال الصحابة، احتمال أبو ذر الغفاري كان رضي الله عنه اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي معبد هو مسجد الثاني، اللي قال له هو مسجد الأقصى بني بعد الكعبة بأربعين سنة. والآن الموجودات الأركولوجية تدل على هذا الحديث كمان. هذا من ناحية جيولوجية، من ناحية أركولوجية، من ناحية حضارية، هي موجود عيش حياة من 5000 سنة، وهذه الحياة موجود في القدس، خصوصا على جنوب جهة القبلي من مسجد الأقصى، وهي يقول لها حي سلوان، وحي سلوان فيها نبع مي. والشعوب من قبل في على مدار التاريخ هم كان يهتموا على نبع مي، كان يهتموا على مكان مزرعة، وكان يهتموا على مكان يكون على جبال لكي يكون محصن. هي على مكان محصن وهي في مي وفي حواليها مزارع، وكمان على ممر الطريق، يعني في أسباب متشكلة كثيرا على بسبب اختيار الإمبراطوريات. حتى الشعوب يمر على الطريق لما يمر، حتى يكون له زي نقطة مراقبة، نقطة عسكرية، نقطة تجارية. يعني لو نتفكر من هذا، من ناحية أفكار تفكير مادات بشرية، في مادات بشرية كثير، لكن أعلى من هذا كلها هي مدينة السلام، دار السلام. هل هذا هو يعني يكون أجا هيك مرق علينا فقط في التوراة المحرف، وحتى في الإنجيل المحرف يكتب أورشليم يروشلايم، يعني هي دار السلام، دار السلام كلمة إسلامية. كمان بالإنجيل المحرف هو يكتب يروشاليم كمان دار السلام، دار السلام هي دار السلام، دار الإسلام، يعني من تأسيسها الأول هي دار الإسلام. وفي عمق التاريخ هناك الموجود اليبوسيين، ومن قبل اليبوسيين العمالك اللي هم منتسبين على الكنعانيين، وهو كنعان يعتبر على حفيد نوح. حتى لو يعني ما أريد أقول بين قوسين، لو نرجع للتوراة المحرفة على عقيدة اليهود، هم على عقيدتهم ابن نوح عليه السلام، حتى نوح عليه السلام ما يعتبر نبي على حسب عقيدة اليهود، من أبنائه هام، سام، يوسف، يافس. هام ابن نوح، ابن هام هو كنعان، والفلسطينيين وفي الأرض فلسطين تعتبر أرض كنعان على حسب التوراة المحرفة. يعني لو نروح نحن على يعني العرب منذ الكنعانيين واليابوسيين، وحتى هم الذين أسسوها وهم الذين سكنوها. نعم. طب أستاذ موسى، يعني قدمت سردا طيبا وجيدا، لكن أريد أن أبني على ما ذكرته لأسأل ضيفتنا لو سمحت لي أن أعود إليها في الاستوديو. لو ترصدين لنا مسار الأحداث التاريخية في فلسطين، وتحديدا في القدس، في القلب منها القدس، يعني اليونانيون، اسكندر المقدوني، الصليبيون، الفراعنة، البريطانيون بعد ذلك، كيف كان مسار الأحداث رصدا تاريخيا تحليليا لمسار الأحداث في هذه البقعة؟ في التاريخ القديم قبل النبي صلى الله عليه وسلم مر على فلسطين تقريبا كل الأمم التي كانت موجودة في العصور القديمة، كلها مرت عليها، حتى أنهم يقولون عن أرض فلسطين أنها كانت ممرا. ولذلك عندما يتكلم الصهاينة على أن هذه الأرض كانت لنا منذ كذا، نقول لهم ما من أحد إلا ومر في هذه البلاد، يعني لم يكن لكم ذكر فيها إلا لفترات بسيطة، لكن هذه المنطقة كانت ممرا. حتى إنهم كانوا يقولون أن بالنسبة لمصر مثلا، بحكم أن فلسطين هي مدخلها الشرقي، كانت تعتبر لها البعد الاستراتيجي بالنسبة لمن يحكمون، للفراعنة. فمنطقة سيناء اللي تفصل ما بين فلسطين وبين مصر، كان دائما لما الفرعون يمر بها كان يترك أثار، يعني يعمل علامات على أنه هو مر بها بجيشه. فلما نجد في سيناء عشرات الأثار
وخاصة لتحتمس الثالث اللي هو صاحب أكبر توسع فرعوني، لما نجد عشرات الآثار الموجودة في سيناء التي تدل على أن تحتمس كان يعني رايح جاي، يعني هل هذه المنطقة يعني تستحق كل هذا؟ نعم، لأن مصر لم تدخل في غالب الغزو، لم يدخل إليها غزاة إلا في الحرب العالمية، يمكن لما دخل رومل من جاءها من الناحية الغربية، لكن في كل المرات كانت يأتي الغزاة من الناحية الشرقية، فكان الفراعنة يهتمون اهتمام شديدا بها. أهل العراق، حضارات العراق كلهم، يعني كل الدول التي قامت في العراق كلها مدت لها يدا في منطقة فلسطين، فهذه المنطقة كانت يعني لها بريق بالنسبة للجميع بحكم موقعها، أنها ممر ما بين الأماكن وبعضها. الحقيقة أن بعد يعني الفترة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها تنازع ما بين الروم والفرس على فلسطين، طبعا الروم كانوا هم الموجودين، اللي هو الدولة البيزنطية كانت هي الموجودة، ثم جاء الفرس وأخذوا هذه المنطقة لفترة محدودة، وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه الفترة البسيطة تعتبر يعني استثناء، لكن طوال 600 عام قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر كانت منطقة فلسطين والقدس كلها تحت يد البيزنطيين الروم. بمجرد ما دخل القدس سيدنا عمر، وبالمناسبة القدس هي المدينة الوحيدة التي خرج من أجلها الخليفة عمر، لم يخرج، هناك فتوح في العراق وهناك فتوح في الشام وهناك فتوح في مصر، لم يخرج سيدنا عمر كخليفة من المدينة إلا من أجل مدينة القدس، وهي المدينة الوحيدة التي فتحها خليفة. نعم، هي التي دخلها سيدنا عمر، وروت الكتب القديمة الطبري روت أكثر من رواية لدخول سيدنا عمر إلى القدس، تدل كلها على أن الذي طلب مجيء سيدنا عمر هم البطاركة اللي هم كانوا موجودين في القدس، بأنهم كانوا يعني يعرفون أن في كتبهم التي بين أيديهم أنهم سيسلمون المدينة لشخص سيدنا عمر. وسيدنا عمر عندما استشار الصحابة، البعض منهم قالوا له ألا يخرج، لكنه أصر على أن يخرج، ثم ذهب ودخل إلى القدس واستلم مفاتيحها. ولذلك نجد حتى الآن هناك أماكن باسم سيدنا عمر، يعني هناك ساحة في ربع النصارى معروف بأنه هو حي عمر، ساحة عمر ومسجد عمر، فوجود سيدنا عمر يعني يفرض نفسه. أما من بعد فتح سيدنا عمر ظلت المدينة وظلت القدس فلسطين كلها في يد المسلمين، كان العصر الذهبي لفلسطين هو عصر بني أمية، لأن الخليفة سيدنا معاوية اتخذ من دمشق عاصمة للخلافة، بعد أن كانت في المدينة ونقلها سيدنا عمر إلى الكوفة، نقلها سيدنا معاوية إلى دمشق، فأصبح الشام كله هو محط أنظار الأمويين، حتى أن بعض الخلفاء الأمويين كانوا يأخذون البيعة في المسجد الأقصى، يأخذون بيعة الخلافة في المسجد الأقصى، وكان سليمان بن عبد الملك تحديدا كان له موضع يجلس فيه في المسجد الأقصى، فكان فيه اهتمام كبير بهذه المنطقة. صحيح من بعد الأمويين فقدت بعضا من أهميتها في زمن العباسيين، لكن جاء الصليبيون فوضعت مرة أخرى على قائمة الأولويات. الصليبيون هي واحدة من أهم وأخطر وأدق المراحل في تاريخ هذه البقعة الجغرافية. أريد أن أسأل الأستاذ موسى، يعني لعل الاحتلالات الكثيرة المتعاقبة والمتوالية والمستمرة على فلسطين والقدس منها، لعل أخطرها على الإطلاق هي حقبة الاحتلال الصليبي، وبعده هو الاحتلال البريطاني الذي كان شديد الخطورة ومفصليا في تاريخ هذه البقعة، ثم بعد ذلك جاء الاحتلال الصهيوني. لكن اللافت، أريد أن أسألك إذا ما كان بين الاحتلال الصليبي والبريطاني والصهيوني رابطا سياسيا أو أيديولوجيا في احتلال فلسطين والقدس تحديدا، خصوصا إذا ما
يعني نقلت لك تصريح والذي تعرفه تصريح إدموند الليمبي الجنرال أو القائد العسكري البريطاني عندما دخل القدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، علما أن بريطانيا دولة علمانية نبذت الدين وراء ظهرها. هل ثمة دلالة يمكن أن تفهم من هذه التطورات؟ نعم طبعا، هي ليس حروب عسكرية تكون تمثل قضية دينية فقط. نعم، هذا فاتيكان هم عندهم رحلتين واضحة عسكرية، واحد للغرب واحد للشرق، وهي للغرب اتجهت على الأندلس ونجحوا للأسف في الأندلس، خلاص خذوا على الأندلس. والثانية هي المهم اللي طالت تقريبا حملات الصليبية عصرين 200 سنة، 200 سنة، وهي تمثل شعوب كثيرا من خارجين من أوروبا يمشوا آلاف الكيلومترات بس يجوا للقدس. وخطبة البابا أوربان الثاني في فرنسا في جلسة كلارمونت هو يقول هي هذا الحملة، ما يقول حملة صليبية عسكرية، يدعو الناس لحب عيسى عليه السلام، يدعو الناس للحاج، يقول هذا حملة حجاج لكن يمنع الشيوخ والصغار في داخل المكان النساء، يعني النساء ما يناسب يروحوا للحاج، هم يخفوا قصدهم حتى يلونوه بصورة دينية لكن في تحت الطاولة حسابات ثانية. وهم يقولوا في هذا لهم كلام مهم جدا، يقول هذه الحملة، يعني هي ترمز نوع عسكري هذا الكلام، يقول هذه الحملة تقصد مساعدة إخواننا المسيحيين حتى إنقاذ إخواننا المسيحيين عاما من المسلمين، عاما من المسلمين خصوصا من الأتراك المسلمين في الشرق. وحتى يقول يعني يقول ليس فضيلة وكرامة أن نحن نحارب في إسبانيا ضد المسلمين ونترك إخواننا بالشرق بإسطنبول بقسطنطينية وبالقدس. خلاص هم استهدفوا القدس، طلعوا على القدس على الطريق، لكن هم كان قصدهم يحجوا، هذا ليس الحج، هم يأتوا بالسيوف، يأتوا بقادات الجيش، لا، هذا واحد. والثاني أول عاصمة اللي هي موجودة بتركيا عاصمة إسلامية وتركية هي إزنيك، إزنيك إزنيك قرية بليدة بلد قريب على إسطنبول مثلا، هذا تركت بسبب الحملات الصليبية في بعد معركتين. طبعا سواحل غرب أناضول والجنوب كله انسحب المسلمين من هنا، لكن الحمد لله ثبتوا ما هربوا، عملوا تجادل. كان المقصود من خطبة أوربان الثاني هي القدس، لكن طلع لأن هذا أرجو العفو على العربي شوي، عندي ممكن مكسر الكلام، ممكن ما أشوف كلمة مناسبة. لا لا لا، لغتك العربية جيدة، تفضل. شكرا شكرا. طلعت الكذبة قبل الدخول للقدس، كذبتهم هي موثقة تاريخيا، لأن هم دخلوا 15 تموز 1099 للقدس، لكن 1099 للقدس، لكن في 1097 و1098 احتلوا مدينة أنطاكيا وما تركوا فيها إنسان حي، ما تركوا فيها، واحتلوا مدينة أورفا والمدينتين هم موجودين، وأول مدينتين حتى أميرتين سياسيتين قبل القدس تأسست في هذه البلدتين. وعندما دخولهم للقدس، عندما دخولهم للقدس لو كان يريدوا يحجوا، لو كان يريدوا يحجوا بين قوسين، نعم هم اعتبرونا نحن كمسلمين بين قوسين، اعتبرونا عدو، حتى عقيديا يعتبروا اليهود عدو، هذا كمان بين قوسين، قتلوا المسلمين كلهم في القدس مجزرة. هذا وثائق تاريخية من مشاركين حملات الصليبيين اللي هم شافوا كتبوا، واحد للمسلمين كلهم، الثاني ما تركوا ولا يهودي، حطوهم في الكنوس وحرقوهم هم حي، تمام فهمنا، يعني بين قوسين أقول فهمنا للمسلمين واليهود، أنتوا كان مقصدكم تروحوا للحج وتنقذوا إخوانكم بين قوسين المسيحيين الشرقيين من شر المسلمين والأتراك، ايش السبب اللي ظلمتم المسيحيين اللي موجودين هم في ارض فلسطين اللي هم قبلوا الخليفه سيدنا عمر بن الخطاب، نحن نقول له عمر الفاروق، وهم يقولوا له قالوا له فاروقه فاروقه، وكلمه فاروقه هي ترمز كلمه منقذنا من الظلم، وسيدنا عمر بن الفتاح حتى صلاح الدين الايوبي هذا يرمز شيء، من يحق السياده على القدس، يرمز نحن المسلمين فتحنا مرتين القدس في دور سيدنا عمر بن الخطاب وفي دور صلاح الدين، لكن الدورين دخلنا بسلم مش بقتل، لكن هم كلما دخلوا القدس عملوا مجازر، نحن دخولنا
موافق على اسم القدس، هي اسم القدس على حتى في مكتوبات تل عمرنا المصري الفرعونية في دورة تطموسيس الثالث حتى يكتب أوروساليمو، أوروساليمو هي يروشاليم، يروشاليم دار السلام، دار الإسلام، يعني هنا في سلام. فقط المسلمين، المسلمين دخولهم يوافق السلام. تفضل. طيب معذرة، وضحت الفكرة. الآن بعد قليل سنبحث مع ضيفنا الكريمين الطريقة التي صغت بها القدس بأهميتها السياسية والتاريخية والدينية، وجدان المسلمين والعرب ووعيهم، لكن وقفة قصيرة ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن القدس، المدينة العربية التاريخية التي ألهبت مشاعر العرب والمسلمين على مدى العصور. أعود إليك مرة أخرى أستاذة أمل، على امتداد التاريخ، تاريخ طويل من الاحتلالات والأطماع في مدينة القدس، يعني سواء قبل الفتح الإسلامي أو بعدها، كيف ترصدين تعامل أبناء هذه المدينة مع هذه الاحتلالات؟ هو قبل أن يعني أتكلم عن هذه النقطة، أنا أريد أن أثبت معلومة ربما تكون يعني جديدة وربما تكون صادمة كذلك للبعض. هناك الحقبة، حقبة الصليبية ودخول الصليبيين على مدى 200 عام، هم الصليبيون عندما دخلوا بقوا في مدينة القدس 88 عام فقط، لكن في الشام بقوا 200 عام. هذه الحقبة لها كتابات وأدبيات ولها مصادر منهم من الصليبيين نفسهم أوروبية يعني، وفي مصادر عربية وكذا. لو أقول لحضراتكم معلومة أن الجامعة ربما تكون رقم واحد في العالم التي تهتم وترصد هذه الكتابات عن هذه الفترة الصليبية هي الجامعة العبرية. هذه وحدها تلقي الضوء يعني بوضوح على أن الصهاينة اليوم يعتبرون أنفسهم نسخة من الغزو الصليبي قبل ذلك. هم يدرسون تماما نقاط الضعف، ويدرسون كذلك نقاط القوة التي حصلها المسلمون لكي يستطيعوا إخراج الصليبيين، حتى يكونوا على دراية، لأن التجربة تكاد تكون متماثلة، تكاد تكون متماثلة في من أوجه كثيرة جدا. يعني الصليبيون أتوا من أوروبا، ومن أين أتى الصهاينة؟ من ألمانيا وأوكرانيا وبولندا، أتوا من أوروبا كذلك. الصليبيون اعتمدوا طوال فترة بقائهم على الدعم الأوروبي، ومن أين يأخذ الدعم الصهاينة؟ من أين يأخذون الدعم؟ هم يأخذون الدعم من أوروبا وأمريكا، أمريكا لم تكن موجودة في ذلك الزمن. طيب الصليبيون دخلوا بفكر إحلالي، يعني يخرجوا أهل البلاد سواء بالقتل أو بالإخراج ويسكنوا مكانهم. هو نفس الفكر عند الصهاينة، يسكنوا مكان أهل البلاد. فالتجربة تكاد تكون متماثلة، فلذلك هم أكثر الناس دراسة لها. يعني الغريب أن المؤتمرات التي تقام في أوروبا، غالب المؤتمرات التي تقام في أوروبا عن الحقبة اللي هي العصر الوسيط اللي هو التاريخ الوسيط، العصور الوسطى، دائما يكون فيها ورقة عن هذه الفترة الصليبية. فنجد أن دائما من يقدم هذه الورقة يكون صهيوني من الجامعة العبرية أو في أي جامعة أخرى من جامعات الصهاينة. هذا الاهتمام البالغ يعرفنا أن هناك تشابه ما بين الحقبتين، ولابد لنا أن نلقي نحن كذلك الضوء عليه. من الغريب أنهم تلاقوا مع أوروبا. أوروبا عندما قاموا بالاتحاد الأوروبي لم يجدوا مرحلة تاريخية توحدت فيها أوروبا على شيء إلا هذه الفترة الصليبية. يعني المرة الوحيدة التي تجمع فيها جيوش كانت هي في التاريخ القديم الوسيط، يعني هي كانت هي هذه الفترة الصليبية، ومن بعدها لم تتجمع الجيوش الأوروبية أبدا إلا في أحلافها ضد العثمانيين. فلذلك هناك توصية، حتى في أحلافها ضد العثمانيين لم تكن دائما على وفاق، يعني صحيح دائما ثمة اختراقات، لكن الحروب الصليبية كانت هي الفترة الوحيدة التي ظهرت فيها صبغة أوروبا بأن لها جيش موحد. ولذلك كانت هناك توصية في بدايات الاتحاد الأوروبي بتدريس هذه الفترة على في المدارس للأطفال،
حتى يعني يتكلموا عن شيء يفخروا به بالنسبة لأوروبا. الدخول الثاني لغزو كان هو في الحرب العالمية الأولى. دخل الجنرال الليمبي في ديسمبر 1917 إلى القدس وأراد أن يظهر بصورة سلمية، لكن الحقيقة أن الفترة من 1917 أو نقول من 1918 حتى 1948 مدة 30 عام كانت هذه هي الفترة التي قام البريطانيون قاموا بتمهيد الطريق لقيام الكيان الصهيوني. وكانت هذه الفترة ممنهجة، يعني مثلا على سبيل المثال لما نرى الآن اللافتات الموجودة في القدس وفي عموم فلسطين بالمناسبة، لكن في القدس عندما نرى اللافتات نرى اللافتة مكتوب عليها بالثلاث لغات الإنجليزية والعربية والعبرية، ويظن البعض أن السلطات الصهيونية هي التي قامت بهذه اللافتات. لا، هذه اللافتات الذي قام بها هم الإنجليز، قاموا بها بعد أن دخلوا مباشرة، لأنهم أصدروا قانونا بأن كل الأوراق الرسمية واللافتات تكتب بالثلاث لغات، ومع العلم بأن في هذه الفترة لم يكن وجود اليهود يستدعي أن تقحم العبرية في هذه الكتابات، لكن هم الذين مهدوا بهذا الالتقاء. وكثير من الناس يسألون لماذا هذا الالتقاء بين بريطانيا وبين اليهود. الحقيقة أنها عملة واحدة لها وجه ديني ولها وجه استعماري، تلاقى الاتجاهين مع بعض بين رجال بريطانيا وبين الصهاينة في عملة واحدة. ويكفي أن أقول لحضراتكم أن سايكس نفسه وهو رمز لبريطانيا في هذه الحقبة في دخوله، يعني سايكس بيكو جورج مايكل سايكس كان هو الأساس. يعني سايكس نفسه في أوراقه، في مذكرات سايكس وأوراقه، كتب يقول أنه عندما ذهب ليوقع المعاهدة بينه وبين جورج بيكو لم يكن يلقي لليهود بلًا، بل كان ينساهم، وأن أحد الصحفيين زميل له هو الذي نبهه وهو ذاهب للإمضاء يقول له أين اليهود في معاهدتكم. لم يخبروا اليهود بهذه المعاهدة، لم يكن لليهود أصلا ثقل حتى يعني يقوموا بوضعهم في الاعتبار، ولم يعني يكن اليهود أو لم يكن بريطانيا لم تكن تضع اليهود في اعتبارها. لكن عندما تلاقت المصالح، مصالح الدينية والاستعمارية، أصبحت عملة واحدة. طيب هنا أريد أن أسأل الأستاذ موسى، يعني أنت تحت الهواء حدثتك، قلت لي إنك يعني زرت إسطنبول مرارا، القدس مرارا وتكرارا، وإنك تعرف كل شارع من شوارعها أكثر بكثير مما تعرف شوارع إسطنبول التي تجهل كثيرا من أحيائها وشوارعها. أريد أن أفيد من هذه التجربة الميدانية والبحثية، وأنت باحث في التاريخ والحضارة، لتحدثنا عن كيف انعكست محاولات وأعوام التهويد التي مارسها الاحتلال الصهيوني لفلسطين والقدس تحديدا على روحها العربية والإسلامية، على معالمها، كيف انعكس؟ الحمد لله رب العالمين. أولا على الوضع الحالي، كمن سأقول كلمة هي بين قوسين، تعتبر إسرائيل دولة عظيمة في العالم، وليس عظيمة أبدا أبدا أبدا، هي من 2535 سنة بعد جهدهم في حماية أمم المتحدة والبريطانيين والغرب كلهم، الآن موجودين على أرض، وحتى أرض فلسطين كلها 27 ألف كيلومتر مربع، مدينتنا قونيا فقط بتركيا 41 ألف كيلومتر مربع، يعني قد أراضي فلسطين مرة ونص، يعني على مكان صغير، وهي ليس لا لها سيادة ولا مسيطرة الآن. وكمان على القدس، الحمد لله القدس في كلام، أنا سأنقل كلام لكم من أهل القدس، يقولوا لنا، يعرفون نأتي من تركيا أو أتراك، يقولوا شوفوا يا أحفاد العثمانيين، انظروا، يقول روحوا من قريب الجدار، يقول امشوا من قريب الجدار، الجدار يعرفكم، يعرفكم، حتى الجدران تفرح لما تشوفكم هنا. أهل القدس صامدين، أهل القدس الحمد لله رب العالمين، على الرغم الاحتلال والظلمات كلها من ناحية سياسية عسكرية اقتصادية، يعني في هدم دمار كبير، حصار مسجد الأقصى ناحية دينية، من ناحية التعليم المدارس، أما الوصول بين البلاد، حتى بين البلاد الوصول صعب، نترك البلاد بين القدس حتى أحيانا من شارع لشارع الوصول هو صعب من سبب الحواجز ووجود الاحتلال هناك، بس الحمد لله العالمين
الحمد لله رب العالمين أهل القدس متمسكين وصامدين، حتى سبحان الله يعني في منهم حواسس دينية عالية، في احتمال يكون مش دينية مش عنده حواسس عالية، هو مسلمين يقول تمام خلاص ممكن ما يصلي لكن ما يترك بيوته، رغم أن الاحتلال يقدم لهم شكات مفتوحة بملايين دولار. يعني حتى أنا سألت لي واحد منهم قلت له خلاص يا الله يخليك، قلت يعني ما في لو شوي تتفكر عميق، لو شوية مش كثير، لو يأدوا لك 70 مليون دولار، 70 مليون دولار، ادفع 69 مليون دولار تبرعها للأقصى مثلا، أسأله سؤال وخذ المليون دولار وأهرب من هنا مش أحسن؟ شوف أنت تبرع الأقصى. يقول لي يا موسى، يقول قل لنا شيء ثاني، يقول في شيء يباع بالفلوس وفي شيء ما يتوازن بالفلوس خلاص، يقول هذا أهميتها أغلى من حياتنا، لأن الاحتلال موجود، الاحتلال الآن هم خائفين لو يعمروا 1000 سنة هذا، وهم خائفين وهم جبنا ومقابلهم الفلسطيني الحمد لله رب العالمين، الشعب الإسلامي هناك متمسك وما زال متمسك وسيظل إن شاء الله متمسك. يعني هو يقول أكبر بين قوسين ليس كبيرة أبدا نهائيا ولا نعترف بهذا الشيء، هي لو نقول دولة كبيرة كيف تكون دولة كبيرة وهي تدخل على مسجد الأقصى بس مصلين ما عندهم ولا شيء ولا قنابل ولا كذا ولا كذا، وتطول 4 ساعات مواجهات 4 ساعات، هذا أكبر خجل لدولة إسرائيل، هذا هدم دولة إسرائيل. يعني من هذه الناحية لما نشوف لو كان هذه الوقفة من الرجال فقط، والله كنا نقول هذا جزء من الشعب، جزء. هل يعني الناس هل تتوقع حتى الأطفال هما لما يمشي من عند جند الاحتلال يهزوا هيك أصابعه، والأطفال يستهزئ للجيوش الحرمة لما تمشي هي تعبانة تمشي كذا كذا تمشي، هذا كنا نشوفه تعبان لما تمروا من عند الاحتلال هيك تسوي حالة هيك وتمشي بجنب الاحتلال. يعني حتى الشيوخ يعني هو يمشي على عكاسته هيك شوية شوية لما يمشي عند الاحتلال يرفعها من الأرض ويمشي على رجليه. الاحتلال يعني ما يدوم بأن هناك وعيا تحرريا كبيرا لدى المقدسيين بالرغم من كل محاولات التهويد على مدى عقود من الزمن. تماما، وهذا اكيد هذا استنباطه، وهذا يعني الزبدة هذه الوقفة هي زبدة، هي أرض البركة قائمين إلى يوم القيامة بإذن رب العالمين، هي البركة، هذا البركة نحن نشوفها رغما على القوة، البركة ما في قوة بيدنا لكن قوة إيمانية الحمد لله رب العالمين. طيب أستاذة أمل، يعني حقيقة بما لها من رمزية سياسية ودينية القدس والمدافعة التي حصلت، كل الاحتلالات التي جاءت إليها وخصوصا بعد الفتح الإسلامي ثم المدافعة والمقاومة، السؤال هو كل هذه المعطيات كيف أسهمت في تشكيل وعي المسلمين والعرب ووجدانهم؟ هو لابد أن نشير إلى عدة نقاط. أول نقطة أن سيدنا عمر الخليفة عمر بن الخطاب لم يدخل العرب إلى القدس، وإنما كان القدس موجودين، الموجودين فيها كانوا عربا، فهو لم يدخل العرب وإنما أدخل الإسلام. وهذه نقطة مهمة جدا أن نفهمها، أن بعض الناس يظن أن هناك يعني طوفان من الناس أتوا على فلسطين والقدس ومنهم العرب، هذا غير صحيح. العرب هم سكان هذه البلاد منذ القدم، يعني الكنعانيين العرب هم الذين أسسوها وجاء عليهم سيدنا إبراهيم، حتى أن سيدنا إبراهيم كان يسمي هذه الأرض أرض غربتي، وهذا في التوراة التي بين أيديهم أنه كان يقول عليها أنها أرض غربتي. فهذه المدينة عربية منذ القدم، يعني المداميك العميقة لأسوار القدس هي يبوسية، يعني عربية منذ القدم. فسيدنا عمر لما أدخل الإسلام ولم يدخل العربية ولم يدخل العرب، كان سكانها عربا. حتى أن صفرانيوس نفسه اللي هو تسلم منه المفاتيح كان دمشقي، فهو الأمر أن دخل الإسلام، دي نقطة. النقطة الثانية أن المسلمين لم يأخذوا هذه المدينة من اليهود، يعني حتى عندما يكذبون الآن ويقولوا نحن موجودين في هذه المدينة منذ 3000 عام، نقول لهم نحن لم نأخذ المدينة منكم. سيدنا عمر عندما أخذ المدينة كان من يحكمها نصارى ولم يكونوا يهود، وبالمناسبة اليهود لم يكن لهم ذكر مطلقا في الفتح، في فتح سيدنا عمر، والكتاب اليهود هم الذين يقحمون اسم اليهود في كل الأحداث كما لو كانوا مكون أساسي من المدينة، غير صحيح، لم يكن لهم وجود. لكن في النقطة الأساسية، يعني هذه الرمزية وهذه الأهمية ووجودها العربي القديم ثم دخول الإسلام إليها وبعد ذلك حركة المدافعة مع الاحتلالات، كيف شكلت الوعي والوجدان العربي والإسلامي؟
يعني المسلمون تعاملوا مع المسجد الأقصى كما تعاملوا مع المسجد الحرام والمسجد النبوي على أنه طبيعي أن يكون في أيديهم. لم يشعر المسلمون بالحرقة على ضياع المسجد الأقصى إلا في فترة الصليبيين، لأنها كانت هي التجربة الأولى للمسلمين أنه يذهب من بين أيديهم ويتحول إلى كنيسة ويتحول إلى اسطبل خيل ويتحول إلى موضع سكنة للجنود. هذا ما قام به الصليبيون، رفعوا صليبا كبيرا على قبة الصخرة وسكنوا في الجامع القبلي ووضعوا خيولهم في المصلى المرواني، وأصبح هذا هو واقع المسجد الأقصى بلا أذان ولا جمع ولا جماعات ولا قرآن. هذا الكلام دام لمدة 88 عام، فشعر المسلمون بالحرقة لهذا الأمر، حتى قيل أن عماد الدين زنكي وضع مجسم للمسجد الأقصى في الموصل، في أحد ميادين الموصل وضع هذا المجسم لكي يذكر الناس بالمسجد الأقصى. وظلت الأدبيات تتكلم عن المسجد الأقصى حتى استطاع صلاح الدين أن يدخل إلى القدس. من لحظة دخول صلاح الدين إلى القدس أصبحت القدس ضرة في يد المسلمين، ولذلك نجد أن البنايات والعمارة المملوكية خاصة والعمارة العثمانية الموجودة في القدس تدل على الاهتمام البالغ من المسلمين، من حكام المسلمين، بهذه البقعة التي ذهبت من بين أيديهم ثم استخلصوها بالدماء. عندما دخل الليمبي في ديسمبر 17 كان دخوله في شهر ديسمبر هذا مقرون بوعد، أنه وعد الحكومة السلطات البريطانية في ذلك الوقت وشاع هذا الأمر بينهم أننا سنقيم قداس هذا العام في الكريسماس، يعني سنقيم القداس في الأراضي المقدسة، فهي كانت بالنسبة لهم شيء كبير. لكن فوجئوا بأن أهل القدس هم كانوا أول من ساروا عليهم، لذلك نجد أن هبة القدس وثورة القدس كانت هي أول ثورة على البريطانيين، كانت في 1919. نعم. يعني مبكرا ولم يكن الأمر قد اتضح بعد. ثم من بعد ذلك جاءت هبة البراق وثورة البراق لكي تصبغ انتفاضة المقدسيين بالصبغة الدينية. كانت قبل هبة البراق 1929 كانت ثورات ضد المحتل ويتشارك فيها كل الفئات. لكن ثورة البراق 1929 كانت هي اللحظة التي عرف فيها أهل القدس أن دينهم مهدد. نعم. حتى لا نكون منفصلين كثيرا عن الواقع، يعني أتحول إلى إسطنبول. تحدثت وضيفتنا في الاستوديو كثيرا عن البعد التاريخي وصوغ هذه المدينة لوعي المسلمين وتصوراتهم وأفكارهم السياسية والتاريخية، لكن رأينا فيما يتعلق فيما ينبغي أن يقدم لهذه المدينة وللمقدسيين، رأينا حقيقة تظاهرات راجلة وتظاهرات في السيارات في مدن تركية عدة ورفعت أعلام فلسطين. هذا ربما يعبر عن حيوية المناخ السياسي في الدولة التركية. الآن في تركيا ثمة ميزتان ربما تنفرد بهما عن كثير من الدول العربية والإسلامية، وهي وجود حيوية سياسية، وجود مناخ سياسي حر في البلاد، ثم وجود سلطة سياسية تمتلك حماسة كبيرة لدعم قضايا العرب والمسلمين. كيف يمكن استثمار هاتين الميزتين في نصرة القدس اليوم والمقدسيين؟ بالنسبة لتركيا أريد أقول كلمة قصيرة من ناحية للأتراك. نحن أولا مش نتشرف بالعنصرية بهذا أما بهذا، لا حبشي ولا عربي ولا تركي، نحن نتشرف بدين الإسلام الحمد لله رب العالمين. لكن من ناحية الوضع السياسي التاريخي العميق في عنا مسؤولية، نحن كعايشين هنا أرض السكان أناضول يعني تركيا اللي قاموا من شرق آسيا وحتى وصلوا إلى فيينا إلى عاصمة أوستوريا. الآن نحن في عندنا وراثة، أكبر وراثة هي وراثة دينية إسلامية إيمانية حضارية من هذه الناحية، لكن يوجد عندنا على أكتافنا وراثة تاريخية عميقة جدا وتخص عالم الإسلامي. نحن من هذه الوراثة ليست تعبانين، هذه الوراثة شرف لنا وعلى رأسنا سنحملها. بهذا السبب نحن كالسكان أراضي أتراك نحن لازم ملتزمين بأشكال بمشاكل إخواننا بكافكاسيا، ملتزمين بإخواننا في البلكان في أوروبا،
ملتزمين في أفريقيا، ملتزمين بآسيا حتى بالصين، وملتزمين خصوصا بأراضينا المقدسة كلها. طيب. هذا من ناحية تاريخية وسياسية تخصنا لنا، حتى الأتراك لو مش متدين من ناحية تاريخية قبل دخولنا لتركيا 1071. طيب. دخول الأتراك لأناضول. الوقت يعني أستاذ موسى يعني بقي ربما قليل جدا من الوقت، فيما يتعلق بقضية القدس كيف يمكن استثمار محاسن الوضع التركي الآن؟ سأختم بهذا. إذن تركيا هي واجب عليها من ناحية تاريخية، لكن الواجب الأكبر هي دينية وأخوية، ولابد تركيا ستعمل وستعمل أكثر إن شاء الله في داخل الإمكان. بالنسبة لإخواننا هم الشعوب خلاص قلوبهم معنا، لكن اللي موجودين بالحكام، الحكام للأسف متجزئين، لكن التاريخ هو فرجانا نقطة واضحة. خمس مرات في 1171، في 1183 ما سأقول الأسباب إيش، في 1931، في 1969، في 2017 عالم الإسلامي كله سياسيا اتفق من أجل القدس فقط. يعني في على مدار التاريخ كله عالم الإسلامي اتفق خمس مرات فقط وكله من أجل القدس. نعم. الأخير 2017، وعالم الإسلامي سيتفق كمان من أجل القدس بإذن رب العالمين. هذا بركة القدس، ليس نحن سننقذ القدس، آخر كلمة، ليس نحن سننقذ القدس، القدس ستنقذ أمة الإسلامية وترفع شرفها إن شاء الله. طيب أختم معك أستاذة أمل. الحقيقة الآن المقدسيون يعني يقومون بواجب حماية مدينتهم ومقدساتهم ويقدمون أداء عالي المستوى في هذا المضمار، لكن ينبغي أن يدعموا في المحيط العربي والإسلامي الواسع والكبير. الحكومات الآن ربما لا تستطيع، لا بعضها لا يرغب، هذا أمر آخر. المسؤولية تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات الأهلية والمجتمعية. كيف يمكن أن تؤدي دورا في المحافظة على زخم هذه الهبة؟ الحقيقة أن هبة أهل القدس وانتفاضة فلسطين كلها، نحن نعرف أن الداخل الآن يعني دخل على الخط، وكذلك واللد أعلن فيها حالة الطوارئ والحبل على الجرار كما يقولون، أن باقي المدن سيعلن فيها حالة الطوارئ لأن الصدمات لا تنتهي. وخرج اليهود لأول مرة يخرجوا من البيوت التي استولوا عليها في اللد، ويعني كانت موضع سخرية أن الصهاينة كانوا يريدون إخراج أهل الشيخ جراح، فإذا بهم يخرجون هم من بيوت اللد. الحقيقة أن هذه الهبة عرفت العالم أشياء كثيرة، لكن أهم شيء أن احنا نتمنى أن هذه الهبة تسكت من يقولون أن الفلسطيني باع أرضه. يعني الفلسطيني لم يبع أرضه، ونحن رأيناه بعيوننا وهو يعني يدفع روحه ولا يفرط في. طيب عن الدعم، ماذا عن الدعم الذي يمكن أن يقدم أو يجب أن يقدم؟ هذا هو السؤال الغالب عند معظم شبابنا وكذا، وهم يسألونه بحيرة شديدة. والحقيقة أن هناك خطين لابد أن نمشي فيهم. الخط الأول هو التماهي والدعم في هذه الهبة، يعني في الفترة الساخنة هذه، لكن هذه الفترة الساخنة لابد لها أن تنتهي. هي لن تستمر حتى لو طالت شهر أو شهرين، لكنها تنتهي. فنحن نريد في هذه الفترة أن نكون على هبة الاستعداد. ربما الهاشتاج الذي يعني نستقل به هو له قيمة كبيرة، ولابد أن نوصل الرسالة لأهلنا أننا معهم. لكن هل ينفع الوسم على تويتر يعني في مواجهة الرصاص؟ هذه فترة لابد أن نقوم بهذا الواجب. ماذا عن الدعم المالي؟ لا يعني هذا هو واجب الوقت أن ندعمهم ماديا ومعنويا. لكن أنا دائما أقدم الدعم المعنوي، لأنه هو الدعم المعنوي هم يحتاجونه أكثر، هم يحتاجون أن تصل إليهم يعني رسالة. ثمة من يقول بأنهم الذين يصدرون الروح المعنوية إلى العرب وليس بالعكس، لكنهم يحتاجون للشعور بأن لهم ظهر، لهم دعم. ونحن كلنا نعرف عندما كنا نصور في بلادنا لما نجد أحد يدعمنا من الخارج كان هذا له قيمة لكن كبيرة. لكن أستاذ أمل يعني على مدى عقود العرب من الناحية المعنوية الشعوب العربية كانت حاضرة دائما، لم يتغير شيء. ربما الآن الحديث مناسب أكثر عن الدعم هذا المادي. هو الخط الذي أتكلم فيه الآن، هو الخط الآني الآن. الدعم المادي مطلوب طبعا والدعاء وكذا، لكن هناك خط آخر لابد أن ننتبه له، وهو خط طويل المدى يحتاج إلى نفس كبير ونفس طويل، وهو كيفية دعم هذه القضية بما يتناسب مع حجمها. أضرب مثل بسيط لحضرتك بدقيقة أخطأ. إذا فتحنا الويكيبيديا سنجد معلومات خاطئة عن القدس وفلسطين، إذا فتحنا جوجل سنجد المعلومات ناقصة والصور ناقصة عن القدس وفلسطين،
إذا فتحنا الكتب التي تتكلم عن فلسطين سنجد عشرات الكتب بالإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية لم تترجم إلى الآن. كل هذه أدوار تحتاج إلى الشباب. ربما كل هذا النقص موجود بسبب لأن عملية الدعم عملية عاطفية غير منظمة، لا يوجد مشروع يدير عملية المواجهة. أشكرك أدركنا الوقت. مشاهدينا الكرام، ختاما في هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذة أمل خليفة الباحثة المتخصصة في الشأن الفلسطيني، وكان معنا كذلك عبر سكايب من إسطنبول الأستاذ موسى بيشكي أوغلو الباحث في التاريخ والحضارة. كل الشكر لكم حضرات المشاهدين، دمتم في حراسة الله.